في بقى المطربة الشعبية نورا صبحي، دي ست بتعمل حاجات لطيفة جدا، صوتها جميل قوي. سلمى راحت بقى قعدت معاها وعملت معاها حاجات حلوة، تعالوا نشوف. هو اللي خطب وهو اللي نجا، هو اللي خطب وهو اللي نجا، يا خوفي من امك لا تدور عليك، لحطك في عيني عيني واتكحل عليك. ايه الحلاوه دي؟ الله يخليك يا حبيبتي، ده حلاوتكم. ربنا يخليكي. لا والله يعني بهجه ما شاء الله. الله يبارك لك يا حبيبتي. انتوا مين بقى؟ احنا انا المطربه الفنانه نورا صبحي، فنانه شعبيه، بقول شعبي، بقول صعيدي، بقول فلاحي. وانتوا بقى عامه اصحاب ولا متجمعين عشان الشغل؟ زمايلي انا معايا اربعه، معايا زمايل بس دي الرئيسه بتاعتنا. احنا اربع بنات معاهم، يعني بيجي لنا الشغل بنطلع فلاحي من غير فرقه، وساعات بيطلبوا مننا فرقه بنجيب فرقه. لما بنروح حنا بيبقى فلل كده، يعني عندنا شيك حلوه، مش اي حنه تروحيها، بتبقى ناس كويسه. بنروح الحنه العروسه بتبقى قاعده او العريس، وبنغني للشغل الفلاحي ده، وهم معايا برضو الاربعه بيردوا عليا. يا بحبي الموضوع اصلا بدا معاكي ازاي؟ الموضوع انا كان عندي 9 سنين، فلي عمه فنانه، فانا غوتي الفن، بقيت اروح معاها في افراح عشان اتفرج واسمعها يعني، فبقيت ادندن كده وانا قاعده، فلقيت صوتي حلو. كانت هي والحاجه خضرة محمد خضر، لقتني بقى الحاجه خضرة ان انا صوتي جميل يعني، قالت لي لا تعالي. رحت واخداني بقيت اروح معاها الفرح. طبعا عيلة يعني 9 سنين صغيره، بقيت اغني، بقيت تقف جنبي وتعرفني الشغل ازاي بصراحه، وهي اللي علمتني. والحاجه جمالات شيحه برضه الله يرحمها، كنت صغيره وكنت اشتغل معاها، ما كانتش تخليني اجي اروح اشوف امي، لان كان عندنا شغل على طول. انا اتعلمت بقى الفن من الحاجه خضرة والحاجه جمالات، وحمايه اصلا فنان شعبي شوق القناوي وابنه عارف القناوي طبعا، يعني انا داخله في عيله فنيه ما شاء الله. كل واولادك بقى؟ لا ولادي لا متعلمين واخدين دبلونات. وبعدين احنا بنرتجل الموال وبنرتجل الاغنيه، احنا اللي بنقول الشغل، محدش بيكتب لنا حاجه. يا حاجات دي تألفكم؟ ايوه ما شاء الله. وانا قاعده ألف موال عليكم كده، اقول مثلا يا ليله الانس جمعت كل حبايبنا، يا ليله الانس جمعت كل حبايبنا، الشوق جمعنا سوا احنا وحبايبنا، وانا مهما الف في البلاد انا منساش حبايبنا. ولازم تغيروا في اللبس بقى، انا ما شاء الله شايفه لبس وحاجات كده حلوه. بتجيبوه منين بقى؟ بتفصلوه ولا بتعملوه؟ احنا اللي بنفصله، بنجيب القماش واحنا اللي بنفصل الهدوم دي. سافرت بلاد بره، بص تلاقي الاجانب بترقص قدامك ويبقوا فرحانين وفرحانين، عايزين التوب بتاعك اللي انت لابساه ده يشتروه. يا ام حمامي سارح ويا حمامي الواد عالي، يا ام حمامي سارح ويا حمامي الواد عالي، وطلعت له بالغله ونزلت له بالغله. عايز اعرف بقى صناع البهجه هم اصلا مبتهجين ولا هم بس بينقلوا البهجه وهم جواهم حاجات تانيه، ولا انتوا جواكوا ايه؟ في ناس بتبقى تعبانه يبقى عندها ظروف، بس ده ما يطلعش في الشغل. لا انا اتوجعت على اخويا، على اخويا بس، ميت لي اخ متوفي كان كمانجات موسيقي، بيمسك كمانجه هو ده، وانا بس اللي في الفرقه اللي اللي طلعنا في المال العيله. هو كان كمانجات الشاطر، فهو ده اللي ايه اللي اثر علي شويه، بس لما بيجي الشغل ما بقدرش ان انا افتكر بقى الحاجه دي. لا لما اخلص الشغل بقى وفي حاجه كده ابص الاقي نفسي مع نفسي، الاقيها نازله لوحديها كده. انتوا اتجوزتوا وخلفتوا وعملتوا بيت في وسط الشغل وفي وسط المطحنه برضو اللي انتوا عايشين فيها دي. ايوه وربنا عيننا على يعني كنا بنشتغل والرب عيننا برضو، ونقول لازم نعلمه عشان احنا اللي شفناه في الافراح مش زي دلوقتي. انا خاف على بنتي لان الدنيا ما بقتش زي الاول، شفنا غتاته كتير شباب يعني، وبنتحمل ونخلي لمؤاخذه في مثل بيقول عشان الجنيه بنخليه معلم وهو ما استواش جنيه،
بس احنا عشان نجيب منه جنيه لغايه ما اقضي فرحي والزعلان اراضيه. يعني لو واحد قدامي نار كده لازم اطفيه. ايه الحاجات كده اللي بتلاقوا فيها السعاده البسيطه في وسط ضغوطات الشغل وفي وسط ضغوطات الحياه عامه؟ اما نلاقي الناس مبسوطه، اما نحس الناس مبسوطه دي بهجه وفرحه بالنسبه لنا. يعني اما الاقيك انت مبسوطه مننا كده ما دي بهجه. احنا بنروح ليه؟ عشان الناس نفرحك واحنا نفرح معاك. يا بورم شمك حيلو الليل ونجوم وقمر، الليل ونجوم وقمر لو شافك يرحالو. شكرا يا سلمى. يعني مستني تبعتوا لنا حاجات عشان نزحها ونقول زي ما اتفقنا على انه الحياه مهما كانت قاسيه الشمس حين يعني تنصرف ياتي قمر، وحين ينصرف تاتي شمس، وهكذا هكذا هكذا هكذا. فالواحد وسط الايام اللي تبقى فيها كلاكيه كتير لازم يقدر يتعامل معها.